أبو الشاب حسني عزيز عليا لحقاش أنا في الصغير عندي 10 سنين 9 سنين ديما كان الشاب حسني البيضة مون أمور تاع أنا كنت ديما كتبغي نمشي للخارج يقول لك عكسوا لي حتى في الفيزا هذاك الشيء كان بصح بيان سيغ بزاف ديال المغاربة كيعيشوا بحال هكا شحال ديال الناس عندهم فاميلا ما قدروش يشوفوها وهذاك الشيء زعما كان كيغني من قلبه كيعجبني بزاف كنت أنا صغير عندي 13 عام باش مشيت لميريكان حسيت نحس بيه الشاب حسني